الحالية، وبعد اطلاعنا على مبادرته والتي حملها لنا وفد من الرئاسة، نؤكد الآتي: أولا، إن بنود المبادرة لا تنسجم مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وأن المواد الدستورية التي استندت لها المبادرة لا يمكن من خلالها إعادة التصويت على إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب. لذا نرفض هذه المبادرة، وقد سلمنا الوفد الرئاسي مبادرة النواب المعتصمين الخاصة لحل هذه الأزمة وتحقيق مطالب الشعب والمرجعية في الإصلاح الشامل. ونتمنى على رئيس الجمهورية تبنيها والتفاعل معها بعيدا عن الحلول الترقيعية والتي تكرس واقع المحاصصة الأليم الذي لا نريد العودة إليه مرة أخرى، كما ندعو النواب جميعا إلى الالتحاق بإخوانهم المعتصمين وتلبية مطالب الشعب. ثانيا، ندعو الجماهير من أبناء الشعب المتظاهرين إلى ضبط النفس وعدم تعطيل مؤسسات الدولة والحياة اليومية، ودعم مبادرتنا التي هي مبادرتهم جميعا في هذا الظرف الذي يحتاج فيه العراقيون إلى وحدة الموقف من أجل العبور إلى شاطئ الأمان والاستقرار. ثالثا، ندعو جميع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وغيرها في العراق إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي واحترام إرادة ممثلي الشعب العراقي. بيان من النواب المعتصمين. شكرا جزيلا. بدون أسئلة.